أرز السمك بالروبيان، 4 كوب أرز، 2 حبة كبيرة بصل مفروم، 6 فص ثوم مهروس، ربع كوب زيت ذرة، 250 جرام روبيان متوسط، ملعقة صغيرة كمون، 2 ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، 5 كوب ماء أو مرق، وللتقديم لوز مقلي. أعزائي المشاهدين، زي ما قدمنا الطبق الجانبي هو طبق رز، ولكن احنا بنسميه رز بالسمك لأنه يقدم دائما جنب الأسماك. ممكن تعمليه بالروبيان أو بدون روبيان. احنا عنا هون حوالي 250 جرام من الروبيان، ممكن روبيان يبقى صغير أو متوسط على حسب ما بتحبه، لأنه مع الرز ما عشان هيك هون ما بنقول روبيان جنبه، ما حيبقى متناسق يعني شكله أو طعمه. فحتى لو عندك روبيان أصغر من هيك بيبقى شكله وطعمه معقول مع الرز. نتكلم عن الرز. أنا عندي هون رز مصري اللي هو الرز القصير الحبة بنسميه، بنلاحظ كيف بيبقى شكله. ولكن هذه الوصفة إذا حبيتوا تعملوا رز بسمتي أو رز مزة أو الرز المصري زي ما بتحبوا، نفس الطريقة بتقدروا تنفذوها مع أي نوع من الرز على حسب أفراد الأسرة ما بيحبوا. فكرة رز السمك أني أنا بدي لونه بني. فعنا كذا طرق لعمل اللون البني، ممكن نحرق سكر، ولكن إحنا اليوم بدنا نعمله بالطريقة الثانية اللي هي البصل المحروق. فححتاج حوالي حبة كبيرة أو اثنين زي ما بتحبوا من البصل، وححتاج كمية من الزيت حوالي ربع كوب. كمية الزيت هذه تنسوش ان انا حطبخ فيها الرز، فما تقللوها لانه يدوبك عم نعمل 4 كوب من الارز بحتاجه. حتى ممكن في بعض الاوقات انه نزود كمان الزيت اكتر، ممكن تاخد تلت او نص كوب من الرز، اسفة من الزيت. هحتاج جدر او طنجرة او حلة زي ما بتحبوا تسموها. انا عم بستعمل الستيل، ويفضل دائما نستعمل الستيل. وأحط الزيت، أضيف البصل. البصل لاحظوا كيف أنا فرماه، مش شرط ناعم قوي، لو نعمته كتير ممكن يبقى هيك مهروس فمش حينفع. ولكن أنتوا هلأ لاحظوا، أرجع أفكركم تاني بشكل البصل. هلأ لما نيجي نقدم الرز حتلاقوا أنه البصل اختفى تماما، ما حيبين أبدا معاكم في أثناء الطبخ الرز. فحاول أنه نسبة أو حجم الفرم يكون زي ما شفتوا بالطريقة هاي. حبتدي هلأ أشوح البصل، وخليني أضيف له الثوم. إضافة الثوم ممكن هلأ، ممكن بعد ما البصل يتحمر زي ما بتحبوا. ومع البصل والثوم حضيف شوية من الكمون. مقدار الكمون على حسب ما بترغبوا، ممكن من ملعقة صغيرة، لو حطيتوا حتى ملعقة كبيرة بمشي الحال. حضيف الثوم. ونتكلم هلأ عن ملاحظة صغيرة. طبعا البصل والثوم أنا بدي أضلني أحركهم، مش شرط أضلني باستمرار يعني عم بقلب، ولكن من وقت لآخر لغاية ما يصير عندي لون البصل بني غامق، يعني مش عايزة أقول محروق. إذا حرقته كثير طبعا بينزع الطعم وبيخرب معاك الرز، ولكن بدي إياه يبقى لونه بني غامق جدا. فمع استمرار التقليب، ممكن أكون أنا عم بعمل شغلة تانية وأرجع له، مش شرط يعطلك في المطبخ. وهي طريقة عشان تكسبي وقت، ممكن حسب وقتك إذا أنت عم تعملي أو حبيتي وصفة الرز وحبيتي تكرريها عدة مرات، اعملي كمية من البصل حطيه بس يبرد طبعا، حتحطيه بكاس صغيرة وتحطيه بالفريزر. وقت اللي بدك بتفتحي الكيس وبتحطي، ويدوبك بتضيفي الرز وطبختك هيك صارت جاهزة. يبقى حنحمر زي ما قلنا البصل لغاية ما يتغمق لونه على الآخر. بلاحظ كيف البصل صار عندي غامق، وهذه الدرجة اللي أنا كان قصدي عليها إنه مش محروق، خلوا بالكم، ولكن بني غامق. هنخليه لثواني بسيطة لغاية ما بس نجيب الروبيان. الروبيان عندي ممكن نستعمل روبيان فريش أو فروزن زي ما قلنا حسب الموجود عندك. حضيف الروبيان. وابتدي اقلب الروبيان شوي مع البصل.
على فكرة هذه الوصفة إذا حبيتوا تعتبروها كوصفة طبق روبيان هيك مع الرز ممكن، ولكن طبعا زودوا كمية الروبيان شوي وممكن تضيفوا لها شوية بهارات وتبقى طبق لذيذ، ممكن بحد ذاته تقدموه كطبق رز مع روبيان. هلأ حضيف الرز، بس أتأكد إنه شوي الروبيان تشوح تشويحة خفيفة عشان بدي إياه يأخذ طعم البصل. أبتدي هلأ أضيف الرز، نضيف خالص كل الرز، وزي ما قلنا أي نوع رز بتحبي تستعمليه تقدري لهالوصفة. أقلب الرز شوي مع الروبيان والبصل عشان يأخذ طبعا هلأ الطعم لذيذ، وبضل عندي إضافة شوية ملح وعنا مي. إذا في بعض الأوقات بتصدف إنه بنكون سلقين سمك أو عندك مية سمك بتقدري تستعمليها أو مي عادية. حضيف المي طبعا، أنا بدي المي تغطي سطح الأرز بحوالي 1 سنتي، وحنضيف شوية ملح وناخذ رشة من الفلفل الأسود. وأنا هيك عندي الطبق يعتبر جاهز، مجرد هلأ خليه حركه شوي ياخذ غلوة. هلأ ريحة الكمون ابتدت تطلع طبعا مع البصل، بنلاحظ كيف المي صار لونها بني، وهذا اللي بيعطينا اللون للرز لأنه البصل محروق هو أساس الوصفة. هغطيه وأوطي النار وسيبه من 20 لـ25 دقيقة لغاية ما طبعا الرز يستوي، ونشوف طريقة تقديمه. أعزائي المشاهدين، أنا الرز عندي جاهز، حطيته في قالب، ممكن تغرفيه طبعا بأي طبق على حسب ما بتحبي. حطيته أنا في قالب بس عشان يبقى شكله جميل. حثبت الطبق على قالب الكيك وأبتدي أقلب الرز بهالطريقة. طبعا خلي بالنا لما نختار الطبق على حسب ايش القالب اللي عم بقلبه، اذا كان في سوائل نكون حريصين واحنا بنرفع الطبق. خليني بس ممكن نستعمل سكين عشان اقدر، هو دافي شوي معلش، وابتدي بس اوزع اي ديكور موجود عندك حابه تستعمليه. عندي هون شرائح من الليمون حنوزعها على الطبق بهالطريقة. طبعا انتوا عارفين هلأ الكلمة اللي حقولها انه هاي اللمسات ممكن البنات او الصبايا الصغار يساعدوا الام في ترتيب لمسات فنية على الطبق. عندي قطع من الجزر وعنا شوية فلفل، ممكن نخليهم بالطريقة هاي ويبقى طبقنا جاهز للتقديم. بضل فقط رشة خفيفة أو توزيع اللوز المقلي، وزي ما قلنا هذا اللوز بيعطيني طعم مميز، وهذا بحد ذاته إذا حبيتوا تستعملوه كطبق رئيسي فيكم تستعملوه لأنه فيه بروتين، ولكن زودوا ساعتها إذا حبيتوا طبق رئيسي بدكم تزودوا شوي كمية الروبيان اللي موجود، ويبقى طبقنا جاهز للتقديم على السفرة.